السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة البروفيسور المعرفة. ما تنسوش تابوناو باش توصلوا بالجديد ديالنا. على بركة الله، اليوم غادي نشرح موديل جديد واللي هو ديال الاناليز، ولا اللي كتسميوه بلو دياغنوستيك فينانسيير. اول حاجة غادي نبداو بها هو التحليل ديال هاد الكلمة ديال اناليز فينانسيير. غادي نبداو بالكلمة ديال اناليز. اناليز الى شفناها باللغة العربية غادي نلقاوها كتعني التحليل، وإلا قلبنا ايضا حتى في لي سينونيم ديالها في لا لونغ فرونسيز غادي نلقاو بلي عندها بزاف ديال المصطلحات، اللي منهم لو دياغنوستيك اللي كيعنينا باللغه العربيه التشخيص، غادي نلقاو لوديت اللي كيعني التدقيق، غادي نلقاو لو كونترول اللي كيعني المراقبه، غادي نلقاو لانتربريتاسيون اللي كتعني التفسير، وغادي نلقاو لو جوجمون اللي كيعني الحكم. يعني انطلاقا من هذا المجموع ديال الكلمات اللي هما دي سينونيم واللي هما داخلين في الشون ليكسيكال ديال هذه الكلمه ديال الاناليز، غادي نلقاو بانه حنايا في هذا لو موديل هذا راه كنفحصوا شي حاجه وكنحلوها وكندققوا فيها مزيان وكنراقبوا التحركات ولا الحركه ديالها، وهذا الشيء كامل باش نقدروا نعطيو عليها واحد التفسير، يعني اللي هو واحد لانتربريتاسيون، وباش نقدروا في الاخير نعطيو عليها واحد الحكم اللي هو واحد لو جيجمون، واللي غادي يكون مبني لينا على كاع داكشي اللي حللناه في الاول. فإلى دققنا مزيان غادي نلقاو كاع هاد الكلمات كيتستعملوا بزاف في واحد المجال معين. هاد المجال هذا هو المجال ديال الطب، داكشي علاش كنقولوا الكلمه ديال الاناليز ميديكال واللي كتعني التحليل ولا الفحص الطبي. باش نفهموها مزيان غادي نشوفوا واحد المثال. مثلا عندنا هاد السيد هذا هو واحد الشخص مريض، ما عرفش شنو هو السبب اللي عنده تحس بالعياء وراسو كان كيضرو بزاف، ما عرفش هو واش المشكل كاين عنده غير في الراس ولا عنده حتى مشكل اخر في الصحه ديالو. هاد السيد هذا قرر باش انه يمشي لاقرب مستشفى باش يقدر يدير واحد لو دياغنوستيك ميديكال، يعني باش يقدر يدير واحد التشخيص ولا واحد الفحص طبي. فمن بعد ما مشى لذاك السبيطار هضر مع الطبيب، وداك الطبيب بالدور ديالو دار له واحد لاناليز. هاد لاناليز كيفاش كان؟ كان واحد لاناليز جلوبال، يعني دوز له على الصحه ديالو كامله بما فيها الريه، القلب، الراس، المعده. واخا داك المريض قال له بلي كيضرو غير الراس، ولكن هاد الطبيب هذا دار له لاناليز لصحته كامله. وهاد الشيء كامل علاش؟ باش يقدر يحدد المشكل بالضبط منين جاي، وباش يراقب كل عضو في الصحه ديال هذا المريض كيفاش كيكون النشاط ديالو، باش يشوف واش حتى دوك الاعضاء واش حتى هما فيهم شي مشكل ولا لا. فمن بعد من هاد الاناليز هذا اللي دار الطبيب للمريض ديالو، كتكون عندنا اخر مرحله، واللي هي هاد الطبيب هذا كيقدر يحدد لينا المشكل اللي كاين عند داك المريض، ومن بعد كيعطيه واحد لوغدونونس، يعني كيعطيه الدواء المناسب، وداك الدواء المناسب هو اللي كيكون العلاج ديال هذا المريض هذا. فبطبيعه الحال هذا المثال هذا اللي درناه غادي نديروا الاسقاط ديالو على الشركات. كيفاش زعما؟ يعني الشركه كنقصدوا بها هي داك الشخص اللي كان مريض، ودوك الاعضاء اللي كنا كنقولوا مريضه ولا اللي هاد الطبيب هذا قام بالفحص ديالهم كاملين، دوك الاعضاء نقدروا نسميهم هما الانشطه ولا لي زاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. وبالنسبه لهاد الطبيب نقدروا نمثلوه بلي هو دوك المسؤولين في الشركه اللي كيحللوا الانشطه ديالها باش يقدروا يتخذوا القرار المناسب ويعالجوا المشاكل ويشوفوا شنو هما الانشطه اللي خدامين مزيان في الشركه، وشكون هما الانشطه اللي مرض ولا اللي فيهم شي خلل، باش من بعد كيقدروا يصلحوهم. دابا غادي نشوفوا لاناليز فينانسيغ. دابا غادي نهضروا على الفينانس. فاشنو كنقصدوا بهاد لاناليز فينانسيغ؟ est un ensemble de concepts, de méthodes, de démarches et d'outils et d'instruments qui permet d'étudier et de juger la situation et le résultat financier, ça veut dire la santé financière d'une entreprise, et qui doit aider les gestionnaires, les actionnaires, les investisseurs et les prêteurs et les salariés dans leur prise de décision. فإلا جينا باش نعطيو واحد التعريف لهاد لو دياغنوستيك ولا لهاد لاناليز فينانسيير، غادي نلقاو بلي هو واحد المجموعه من المفاهيم ومجموعه ديال الخطوات وديال الوسائل والادوات اللي من خلالها كنقدروا نعطيو واحد الحكم للصحه الماليه ديال الشركه. علاش بالضبط كنسميوها لا سونتي فينانسيير دو لونتربريز؟ كما قلنا قبيله في داك المثال، الشركه كنعتبروها كانها واحد الشخص مريض، يعني انسان، ما كنبقاوش نهضروا عليه على اساس انها شركه، ولكن كنهضروا عليه على اساس انها انسان. ودوك الاعضاء ديالها، يعني الاعضاء اللي كيكونوا في الجسم ديال الانسان، في الواقع غادي يكونوا هما لي زاكتيفيتي ديالها، يعني هما الانشطه ديالها. فداك الشيء علاش حنايا كنطبقوا مجموعه ديال الوسائل وبزاف ديال الخطوات باش نقدروا نشوفوا واش الصحه ديال لونتربريز بخير ولا لا. وكنا قلنا ايضا في التالي بلي من خلال هاد لاناليز هذا اللي كنديروا
كيقدر يساعد لينا المسيرين ديال الشركة، وأيضا دوك الشركاء ولا المساهمين فيها، وأيضا المستثمرين والمقرضين ديالها، وتا الناس اللي خدامين عندها، يعني لي سالاري لي كولابوغاتور ديالها، باش يقدروا يتخذوا قرار. وليني بلاتي، غادي تقولوا لي اش من نوع ديال القرار على من كتهضر؟ واخا دابا غادي نشوف واحد المثال. فغادي نبداو بلي زاكسيونير. نفترضوا مثلا ان هاد ثلاثه ديال الناس اللي عندنا هنايا، درنا بانه كاين عندنا لاكسيونير بدر، لاكسيونير سفيان، ولاكسيونير يوسف. هاد الناس هادو افترضنا بانهم هما شركاء في واحد الشركه اللي سميناها بي ام، يعني على الاسم ديال القناه ديالنا البروفيسور المعرفه. فبطبيعه الحال الشركاء كما كتعرفوا، ولي زاكسيونير ولا لي زاسوسي اللي كيكونوا في كاع لي زونتربريز، فلو بيت برينسيبال ديالهم كيكون هو لو بينيفيس، يعني الهدف الرئيسي ديالهم هو انهم ياخذوا داك لو ديفيدوند في التالي ديال العام. فداك الشيء علاش هاد لاناليز فينونسيير مهم بزاف بالنسبه ليهم، باش يقدروا يعرفوا واش بصح هاد لونتربريز هادي راها غاديه في الطريق الصحيحه ولا لا. وداك الشيء علاش كنديروها في لو دياغنوستيك، باش يعرفوا داك باش يقدروا يعرفوا لي بوين فور ولي بوين فيبل ديال لونتربريز، يعني هما علاش كيستعملوا هاد لاناليز هذا، باش يقدروا يعرفوا مكامن القوه ونقاط الضعف عند الشركه. فدوك مكامن القوه يعني الحوايج اللي قويين في الشركه في لي زاكتيفيتي ديالها، فكيحاولوا باش انهم يديفلوبيوهم، يعني كيحاولوا يطوروهم. وبالنسبه لدوك الانشطه ولا دوك الحوايج اللي ضعاف في الشركه، كيحاولوا باش انهم يلقاو ليهم الحلول. دابا غادي نهضروا على لي زانفيستيسور واللي هما المستثمرين. فشنو كنبغيو نقصدوا بهذا الشيء؟ غادي نفترضوا بان هاد السيد هذا اللي عندنا هنايا هو واحد لو بورتور دو كابيتال، يعني هو واحد الشخص حامل لراس المال كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، يعني مشكره. هاد السيد هذا عنده الفلوس، بغى يستثمر هاد الفلوس ديالو في وحده من هاد الشركات اللي ذكرناهم هنايا. كاين عندنا لونتربريز ا، لونتربريز بي، ولونتربريز سي. هاد السيد هذا حار بزاف، ما عرفش اش من شركه اللي ممكن يحط فيها الفلوس ديالو، مع العلم انه جيب معاه واحد راس مال قوي، يعني عنده بزاف ديال الفلوس، ولكن خاف لا يمشي غامر يحط فلوسه في شي شركه ومن بعد يقدر يخسر. فهاد السيد هذا، هاد الانفيستيسور، شنو كيدير؟ كيمشي عند هاد الشركات بثلاثه بهم، كيطلب منهم كاع لي دوكيمون اللي كاينين عندهم باش انه يقدر يولي يشترك معاهم. فشنو كيدير؟ كياخد دوك لي دوكيمون، كيدير لهم واحد لاناليز جلوبال، يعني كيدير لهم واحد الدراسه عامه، ومن بعد كياناليزي داكشي بلو ديتاي، يعني كياخد كل حاجه، يعني كل دوكيمون عطاتو له شاك اونتربريز كيحاول ياناليزي مزيان، وكيدير لينا هاد لاناليز فينونسيير اللي بطبيعه الحال كيدرب دي زوتيل اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في الحلقات اللي جايين. فنفترضوا ان هاد السيد هذا دار هاد لاناليز فينونسيير لهاد دي زونتربريز بثلاثه، فهنا كنستنتجو بانه ديك لونتربريز ا لقى بانها مقاوله ضعيفه، يعني ممكن يضيع له الفلوس ديالو، يعني داك راس المال اللي غادي يدخل به ممكن يمشي له، ما غاديش يقدر يرطو. نفس الشيء حتى بالنسبه لونتربريز بي، يعني ممكن يكون لقى عندها بزاف ديال المشاكل، وشاف بانه الى حط فلوسه راه غير غادي يضيعهم فيها. ولكن بالنسبه لونتربريز سي بنت بانها مقاوله ناجحه. كيفاش ناجحه؟ يعني ممكن يكون عارفه من بزاف ديال لي زانديكاتور، يعني بزاف ديال المؤشرات غادي يكونوا كيبينوا له بان هاد الشركه راه بصح رابحه ومربحه، يعني ممكن يكون عندها لو فوليوم ديال لو شيفر دافير ديما غادي وكيت اوغمونطا، يعني معدل المبيعات ديالها ديما غادي في تزايد. ممكن يشوف بانها عندها لي زانفيستيسمون كثير، يعني عندها الماتيريال كثير باش كتخدم، ولا مثلا عندها فلوس كثير بزاف في الكونت بونكير ديالها. يعني هاد السيد هذا ما عنده مناش يخاف الا ولا واحد لاكسيونير في هاد لونتربريز هادي. دابا غادي نشوفو بالنسبه للي بريتور. اشنو كنقصدو بلي بريتور؟ واللي هما الابناك ولا المؤسسات الماليه، يعني كاع الاشخاص ولا كاع المؤسسات اللي ممكن يعطيو لونتربريز الفلوس، يعني اللي ممكن يسلفوها. هنا خدينا واحد المثال ديال واحد لونتربريز اللي سميناها او جي زيرو. هاد لونتربريز هادي دارت واحد لا دوموند دو كريدي لهاد لا بونك ديالها. بطبيعه الحال لا بونك ما يمكنش اي اونتربريز طلبات ليها الكريدي غادي تعطيه ليها، وانما كما كتعرفوا لا بونك كطلب دي غارونتي، يعني لا بونك كيخصها ضمانات. فداك الشيء علاش هاد الضمان ديال الشركه هو لو بيلون فينونسيير، واللي ان شاء الله مازال هو غادي نهضروا عليه في الحلقات الجايه. يعني شنو كنبغيو نقصدوا بهذا الشيء؟ لا بونك ما كيهموهاش لي دوكيمون كونطابل ديال لونتربريز،
يعني بحال مثلا لو سي بي سي ولا لو بيلون، هادو كيكونوا غير واحد لو بوان دو ديبار باش تقدر تاناليزي من بعد لا سيتوياسيون فينونسيير ولا لا سونتي فينونسيير ديال بصح ديال ديك لونتربريز. يعني كتعرف بصح لو باتريمون ديالها منين كيتكون، وكتشوف لو ريزولتا ديالها منين كتكون وكيفاش دايره. فمن بعد ما لابون كتاخد دوك لو دوكيمون من عند لونتربريز، من بعد كدير لهم واحد الاناليز ولا واحد لو دياغنوستيك، اي ابري كديسيدي واش انها غادي تقبل لهم داك لا دوموند دو كريدي او بيان اون. ايضا كما قلنا بلي هاد الاناليز فينونسيير كيساهم في اتخاذ القرار حتى بالنسبه لي سالاري. فكيفاش حتى موظفين عاديين في الشركه غادي نقولوا بانهم حتى هما خصهم يتخذوا قرار؟ باش نفهموها غادي نعطيو هاد المثال. حنا خدينا مثلا واحد العينه من واحد الشركه واللي هما 4 ديال الموظفين فيها. كاين عندنا مسيو حميد وهو هاد السيد هذا سيليباتير، كاين عندنا مسيو ياسين واللي هو مجوج وعنده 2 ديال الدراري، كاين عندنا مسيو عبد الحق اللي هو مجوج وعنده 5 ديال الدراري، كاين عندنا مسيو اسامه وهو باقي سيليباتير. هاد 4 ديال لي سالاري خدامين في هاد لونتربريز اللي سميتها بي ال ام. ف اشنو العلاقه ديال لي سالاري بالاخذ ديال القرار في وسط هاد الشركه؟ ف سيبوزون كو لونتربريز ا بيان بيرفورمي، يعني نفترضوا بان هاد الشركه يعني كان الاداء ديالها متفوق جدا، يعني كانوا عندها دي باغ دو مارشي طالعين بزاف وكانت كتربح بزاف ولي برودوي ديالها كيتمشاو وهي لو ليدر ديال المارشي ديالها. فهاد الشيء علاش غادي ينعكس على هاد لو بيرسونيل ديال لونتربريز؟ اول حاجه غادي تكون عندهم لا ستابيليتي او ترافاي، يعني هاد لي سالاري هادو غادي يكون عندهم الاستقرار في العمل، يعني غادي يكونوا ضامنين ان لي بوست ديالهم ما غاديش يجي واحد النهار وغادي يجريو عليهم منهم. يعني هما مازالين خدامين في وسط ديك لونتربريز وضامنين الاستقرار ديالهم. ايضا غادي يكونوا عندهم لي بريم، يعني الشركه غادي تكون مبرعاهم بالمكافآت. فبطبيعه الحال كل ما الشركه ربحات بزاف ولا فاش كتبغي باش انها تونكوراجي دوك البيرسونيل ديالها كدير ليهم مكافآت، ولا مثلا الا كانت دي زونتربريز اللي كيعتمدوا على الخدمه ديال ليطاج، يعني كل ما خدمتي كثر كل ما غادي تربح كثر. فطبيعه الحال حتى هاد الشيء راه كيموتيفي لي سالاري ولي بيرسون والبيرسونيل ديال لونتربريز، وكل ما خدموا مزيان كل ما المكافآت كيطلعوا. ولكن كنركز عليها هاد الشيء الا كانت لونتربريز رابحه مزيان، يعني هاد الشيء الا كانت لونتربريز متفوقه. وايضا كيكون عندها واحد الانعكاس ايجابي على هاد لو بيرسونيل واللي هو لي زافونتاج اون ناتور، يعني كاع دوك الامتيازات اللي ممكن الشركه تعطي لو بيرسونيل ديالها بحال مثلا شي سفر ولا شي كادو ولا اكسيتيرا، يعني كاينين بزاف ديال الامتيازات. فنفترضوا بلي هاد لونتربريز هادي ما كانش عندها الاداء مزيان، يعني ما بقاتش كتبيع لو بيرسونيل ديالها، نقدروا نقولوا بانهم هما اصلا براسهم فيهم المشكل، يعني كيتسرخاو على الخدمه ديالهم ما كيتقنوهاش مزيان. فهاد الشيء باش غادي ينعكس على لي سالاري ديالها؟ اول حاجه ممكن يكون عندهم لو بيرد دومبلوا، يعني ممكن هاد الناس اللي خدامين فهاد لونتربريز في اي لحظه تقول لهم الله يعاون وغادي يمشيو بحالهم. ممكن يكون عندنا واحد لو بايمون تارديف دي سالير، يعني الشركه ما غاديش تبقى تخلص لهم لي سالير ديالهم في الوقت المحدد، يعني ديما غادي تبقى ديما هما غادي يبقاو كيتسالوا ديك لونتربريز لو سالير ديالهم. ولا ممكن يكونوا عندنا دي ريديكسيون دي سالير، يعني بما ان لونتربريز ما بقاتش كتخدم مزيان فممكن باش انها تنقص لي سالير لكاع لو بيرسونيل ديالها. وبطبيعه الحال هذا الشيء ما مزيانش لي سالاري كاملين، اي سورتو بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم لي زالوكاسيون فاميليال، يعني الناس اللي عندهم الاعباء العائليه. بحال هنا في هذه الحاله عندنا مثلا مسيو ياسين ومسيو عبد الحق، فهما بجوجهم مجوجين وعندهم الاولاد ديالهم، فممكن حتى دوك الاخرين لي سيليباتير يكونوا كيصرفوا على العائلات ديالهم. وهذا هو الغرض ديالنا هنايا من اتخاذ القرار، يعني راه ممكن حتى دوك لي سالاري الا شافوا بان لونتربريز ما كتخدمش مزيان ولا بانهم مهددين في اي وقيته يمشيو منها، فممكن حتى هما يتخذوا قرار ويخرجوا من لونتربريز ويدبروا على راسهم في بلاصه اخرى. فهاد الشيء اللي كنبغيو نقصدو لا بريز دو ديسيزيون. دابا غادي نشوفوا حاجه اخرى واللي هو الاصل ديال هاد لاناليز فينونسيير، يعني شكون اللي اكتشف لينا هاد لاناليز فينونسيير؟ اللي اكتشف لينا هاد لاناليز فينونسيير هو هاد العالم الاقتصادي اللي سميتو بنيامين غراهام. هاد العالم هذا اللي كان ميريكاني، هاد السيد هذا كان كيدير بزاف ديال يعني كان كيدير بزاف ديال الحوايج. هو كان عالم اقتصاد، يعني كان ان ايكونوميست، كان كاتب، وكان مقاول ومستثمر واستاذ في الجامعه
وخبير مالي. يعني هاد السيد هذا راه بزاف داير بزاف، وماشي غير جاو دار لنا هاد لاناليز فينونسي غير هكاك، وانما هو بغى يجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي كانوا كيكونوا عند رجال الاعمال واللي ما كانوش كيعرفوا كيفاش يتعاملوا معاها في الشركه ديالهم. وهاد السيد هذا كنصحكم بالمناسبه باش تقراو هاد الكتاب ديالو اللي سميتو المستثمر الذكي. هاد الكتاب زوين بزاف وغادي يعلمكم القواعد ديال الاعمال وكيفاش حتى الشركات كيختاروا الاستثمارات المناسبه ليهم. دابا غادي نشوفوا الانواع ديال هاد لي زاناليز. فكما قلنا بانه هاد لاناليز فينونسيير كان اناليزيو فيه بزاف ديال الحوايج، فغادي نشوفوا دابا شنو هما هاد الحوايج هادو كاع اللي ممكن ندرسوهم في هاد لاناليز. اول حاجه كندرسوا لا غونطابيليتي ديال لونتربريز، ولا الا ترجمناها باللغه العربيه غادي نلقاو لا غونطابيليتي كتعني الربح ولا الربحيه ديال الشركه ولا لا بيرفورمانس ديالها. فشنو كنبغيو نقصدو بها؟ يعني كنحللو داك الربح ديال الشركه واللي كيتمثل في الارباح اللي حققات مقارنه بداك راس المال اللي ديبوزات باش انها توصل لذوك الارباح ديالها. فهذا الشيء اللي كنقصدو بلا غونطابيليتي. ايضا كنديروا واحد الاناليز ديال لا سولفابيليتي. اشنو كنبغيو نقصدو بلا سولفابيليتي؟ الا قلبنا على مثلا اون بيرسون سولفابل، فشنو كنقصدو بها في الترجمه؟ هو واحد الشخص قادر على سداد ديونه، يعني واحد الشخص قادر يخلص الكريديات اللي عليه. فهذا الشيء اللي كنديرو حتى من هاد لو دياغنوستيك فينونسيير ولا من هاد لاناليز، هو اننا كنشوفو هاد لونتربريز اللي حنا فيها واش فريمون قادره باش انها تغومبورسي كاع لي ديت اللي عليها ولا لا. ايضا كندير واحد لاناليز ديال ليكيديتي دو لونتربريز. اشنو كنقصدو بالليكيديتي؟ هي السيوله ديال الشركه. بمعنى كما كتعرفوا الشركه ماشي ديما في كاع المبيعات ديالها غادي تخلص اسبيس، يعني ماشي ديما غادي تخلص او كونطون. فداك الشيء علاش لونتربريز كيخصها دير واحد التوافق ما بين لو ديلاي فورنيسور اي لو ديلاي كليون. اشنو كنبغيو نقصدو بها؟ فكما كتعرفوا الشركه كما كتسال فتا هي كيتسالوها الفلوس، يعني كما تا هي غادي تبيع وما غاديش تخلص ديك الساعه، فتا هي الا شرات سلعه عند شي فورنيسور راه ماشي ديما كتخلصو او كونطون. فداك الشيء علاش لونتربريز خاصها تحاول ما امكن باش انها تطول لو ديلاي فورنيسور وتقصر لو ديلاي كليون. يعني مثلا الا كانت بعت شي مارشونديز للي كليون ديالها خاصها تتفق معاهم مثلا باش انهم في المده ديال شهر يحاولوا ما امكن يغومبورسيو ليها دوك الكريونس ديالها، يعني يحاولوا يخلصوها في الفلوس اللي كتسالهم. ولكن بالنسبه لي فورنيسور ديالها يعني تحاول تفاوض معاهم ما امكن باش تزيد طول المده ديال الخلاص ديال لي ديت اللي كاينين عليها. فإلا درت مع الكليان باش انها خاصها تاخذ الفلوس عندهم في المده ديال شهر يعني ولا اقل من شهر، فتالي فورنيسور ديالها ممكن باش انها ترسي معاهم باش غادي تخلصهم من لهنا شهرين ولا من لهنا 3 شهور. فهذا الشيء اللي كنقصدو بالاناليز ديال ليكيديتي، يعني لونتربريز خص ديما يكون عندها داك التوافق ما بين الكريدي اللي عليها والكريدي ديالها. ايضا كنديروا واحد الاناليز دي ريسك. اشنو كنقصدو بهاد لي ريسك؟ هادو هما كاع المخاطر اللي ممكن تعرض لهم الشركه لا مع الكليون ديالها ولا مع لونفيرونمون ديالها. يعني كندير واحد الدراسه شامله على كاع هاد لي ريسك وكنشوفوا كيفاش ممكن لونتربريز ايفيتيهم ولا حتى الا وقعت فيهم كيفاش ممكن لونتربريز تحل هاد المشاكل هادو اللي دايرين بها. وكيكون عندنا واحد لاناليز دو لا بيرفورمانس، واللي كنقصدو به هو لو شيفر دافير دو لونتربريز. يعني كنشوفو رقم المعاملات ديال الشركه واللي هو مجموع المبيعات ديالها في واحد المده معينه، وكنحاولوا نشوفوا واش داك لو شيفر دافير ديالها مقارنه بالشهر اللي فات واش طالع ولا زايد، يعني شنو هما لي برودوي اللي كيتمشاو بزاف شنو هما اللي لا. كما قلنا هادشي كامل كنديروه غير باش نتاخدوا القرار، وممكن في نفس الوقت باش ان هاد لاناليز فينونسيير يتشارك مع لا كونطابيليتي اناليتيك في واحد لوبجيكتيف واللي هو لا بريز دو ديسيزيون. يعني كما كنقولوا في لا كونتا اناليتيك الا كانوا دي برودوي اللي غادي يخليونا نخسروا حيت كنخسروا عليهم بزاف ديال الفلوس وما كنربحوا فيهم والو، فتقريبا انت نفس الشيء كيكون بالنسبه لونتربريز. كناناليزيو حتى دوك لي برودوي ديالها، وممكن نشوفوا الا كان مثلا شي برودوي ما كيدخل والو كنخسروا عليه بزاف فممكن لونتربريز ابوندونيه من عندها. واخر حاجه كنشوفوها هي لاناليز دو ليكيليبر. هاد ليكيليبر هذا يعني غير من الاسم ديالو هو واحد التحليل ديال التوازن ديال الشركه. هاد التحليل هذا غالبا كيجمع ما بين لا سولفابيليتي دو لونتربريز، يعني القدره ديالها على الخلاص ديال الديون ديالها، وايضا على لا ليكيديتي ديالها، يعني واش لونتربريز قادره توفر شي فلوس باش تخلص الكريديات اللي عليها ولا لا. هادشي هو اللي كنقصدو بالاناليز دو ليكيليبر. ودابا
غادي نشوفوا لا ديماج دو لاناليز فينونسيير. هاد لاناليز فينونسيير باش نديروه، شنو هما الخطوات اللي كنتبعهم باش اننا نقدروا نديروا هاد لاناليز ولا هاد لو دياغنوستيك فينونسي. اول خطوه كاينه عندنا هي اننا خصنا نحددوا بعد الاهداف من هاد التحليل، يعني حنا اصلا علاش كنديروا هاد التحليل ولاش بغينا نوصلوا. وباش نقدروا نحددوا هاد الاهداف ديالنا، اول حاجه كنبداو بها هي كنشوفوا بعدا لي مويان ديال لونتربريز، يعني كنشوفوا القدرات الماليه ديال الشركه وكنشوفوا لي بيجي اللي كاين عندها. ابري كنقدروا نقرروا كيفاش غادي يكون هاد لاناليز هذا. وايضا كنديروا حتى واحد ليتود دي فونكسيونمون دو لونتربريز، يعني كنحاولوا كندرسوا مزيان دوك الانشطه ديال الشركه اللي كدير، يعني دوك لي زاكتيفيتي ديالها، وكنحاولوا نشوفوا واش بصح دوك لي زاكتيفيتي عندهم واحد المردوديه ولا واحد الربح على الشركه ولا لا. ثاني خطوه كنديروها هي كنوجدوا جميع انواع المعلومات، يعني اي معلومه كما كانت في الشركه سواء صغيره ولا كبيره كنوجدوهم. كاينين عندنا دو تيب دانفورماسيون، كاينين لي زانفورماسيون كونطابل ولي زانفورماسيون اكسترا كونطابل. غادي نبداو بهاد الاولين اللي هما المعلومات اللي ما متعلقينش بلا كونطابيليتي ديال لونتربريز. فاول حاجه كنشوفوا لا غيزون سوسيال، يعني الاسم ديال الشركه حتى هو بطبيعه الحال غادي ندخلوه في هاد الاناليز ديالنا. كنشوفوا التموقع الجيوغرافي ديالها وديال الفروع ديالها، يعني الى الشركه كانوا عندها بزاف ديال الفروع كنشوفهم فين متمركزين باش نحاولوا ندرسوا كل وحده. كنشوفوا لو ستاتي جوريديك ديالها، لحقاش لي سوسيتي ماشي كلهم بحال بحال، كاينين شركات ديال رؤوس الاموال اللي هما لي سوسيتي دو كابيتو، كاينين شركات ديال الاشخاص اللي هما لي سوسيتي دو بيرسون. بطبيعه الحال هنا كاين اختلاف كبير عليهم، كاين بلوتو كاين واحد الاختلاف كبير فيهم، لا من ناحيه راس المال اللي كيكون فيهم ولا من ناحيه حتى في لوكا ديال الا قدر الله لونتربريز دارت فايت، كل وحده ولو تريتمون ديالها. وتا داكشي راه مهم بزاف هنايا في لاناليز فينونسيير. ايضا كنشوفوا حتى لاج ديال لونتربريز، كما كتعرفوا لاج ديال كاع لي زونتربريز هو 99 عام، داكشي علاش حنا لونتربريز ديالنا كيخصنا نشوفوا شحال من عام باش بدات ليكسبلواتاسيون ديالها. كنشوفوا ايضا حتى لي ديريجون ديالها، يعني الناس اللي مسيرينها، كنشوفوا العمر ديالهم، المؤهلات ديالهم اكسيتيرا. كنشوفوا لا طاي ديال لونتربريز، اسكو يل ساجي دون بيتيت اونتربريز ولا مويان اونتربريز ولا غروند اونتربريز. وايضا كنشوفوا المحيط الكلي ديال الشركه والمحيط وايضا الاقتصاد الكلي ديالها، يعني كندرسوا اي حاجه دايره بها كيف ما بغات تكون صغيره ولا كبيره. وايضا كندرسوا حتى لي كليون لي فورنيسور لي كونكورون وحتى لو مارشي ديال لونتربريز وحتى التمركز ديالها فداك لو مارشي، يعني واش هي لو ليدر ولا لو سويفر ولا لو تشالنجر اكسيتيرا. وكاينين عندنا لي زانفورماسيون كونطابل واللي هما اللي كيكونوا لو بوين دو ديبار ديالنا هنايا في هاد لاناليز فينونسيير. فممكن اننا ناناليزيو لو بيلون كونطابل ولا لو بيلون فونكسيونيل ولا لو بيلون فينونسيير. هادو ما غاديش نهضر عليهم دابا، وانما غادي نخصص لهم الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غادي تكون على لو بيلون فينونسيير، وغادي نشرحوا فيها هاد الشيء كامل. وايضا كندرسوا حتى لو سي بي سي ديال لونتربريز، يعني باش نقدروا نشوفوا لي كومبوزون ديال الريزلت ديال لونتربريز كيفاش دايرين، ويعني واش لونتربريز اصلا رابحه ولا لا. وكاين عندنا الخطوه الثالثه واللي هي كنختاروا فيها الوسائل ديال هاد الاناليز، يعني اشنو غادي ندرسوا، واش لا سولفابيليتي القدره ديال الشركه على على سداد الديون ديالها ولا ليكيليبر فينونسيير ولا المخاطر ولا الربح ديال الشركه ولا لا كرواسونس ديالها اكسيتيرا. كاينه الخطوه الرابعه عندنا وهي فين كنديروا لو دياغنوستيك فينونسيير، يعني هنايا عاد كنديروا لاناليز ديالنا. اشنو كنديروا في هاد لاناليز؟ كنديتيرمينيو لي بوين فور ولي بوين فيبل دو لونتربريز، هنايا كنشوفوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديالها. فبحال مثلا نقاط القوه اللي ممكن يكونوا هي واحد لا فورت كرواسونس ديال لونتربريز، ايضا ممكن تكون عندنا واحد لا رونتابيليتي تري الفي، يعني ممكن يكون عندنا ربح كثير بزاف، ولا واحد لا بون ليكيديتي، يعني السيوله موجوده عندنا، يعني التريزوري ديالنا راه في واحد الحاله مزيانه. ايضا بالنسبه لي بوين فيبل كنحاولوا ندرسوا شنو هما الحوايج اللي مخلين الشركه ديالنا اللور، ولا واخا تكون الشركه غادي مزيان شنو هما الحوايج اللي من المحتمل باش انهم يفشلوها، يعني اللي انطلاقا من هذا التحليل اللي كنديروا كيبانوا لينا دوك الحوايج بانهم لهنا لقدام راه غادي يزيدوا يضعفوا لينا لونتربريز. فكاين واحد المثال مثلا اللي هو لابيس دو لا شيفر دافير، يعني رقم المعاملات ديال الشركه ممكن يكون نازل، يعني معدل المبيعات بدا كينقص، وهنا الشركه كيخصها تعاود النظر في لي 4 بي ديالها، يعني داك لو برودوي غادي تعاود لونتربريز درسو مزيان ودرس لي بون دو فونت ديالو. ممكن ايضا يكون المشكل عندنا في لابيس دو ريزولتا دو لونتربريز، يعني تكون لونتربريز خسرات بزاف اكثر ما ربحات.
وايضا ممكن يكون عندنا واحد لانسيفيزونس دي ريسورس بيان دي ريسورس كي سون ستابل، يعني بحال مثلا رأس المال يقدر يكون عندنا واحد الخصص في رأس المال، يعني الفلوس ما بقاوش عندنا بزاف باش نقدروا نفينونسيو هاد لونتربريز هادي، ولا ممكن يكون عندنا واحد لانسيفيزونس دي زانفيستيسمون، يعني لونتربريز ممكن مثلا على حسب لو سيكتور داكتيفيتي ديالها ممكن ما يكونوش عندها اراضي فين تخدم، ممكن ما يكونش عندها ماتيريال، ما عندهاش الماتيريال دو ترونسبور، ما عندهاش لي موبيليتي دو بيرو باش انها تقدر توفر دوك الظروف ديال الراحه الملائمه لي سالاري ديالها. يعني كيكونوا عندنا بزاف ديال الاسباب اللي من خلالهم كنحكموا على الوضعيه الماليه ديال الشركه. فتال هنا غادي تكون سهلات الحلقه ديالنا، الى عجبكم الشرح ما تنساوش باش انكم تابوناو في لاشين وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. الحلقه ديالنا الجايه ان شاء الله غادي تكون على لو بيلون فينونسيير، حتى تما تهلاو في راسكم والله يعاونكم.